خروج 2 عدد 15. سمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. موسى راح قعد جنب البئر. طبعا تفكركم بإيه؟ ربنا يسوع لما راح قعد جنب البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطرادوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهم. فلما أتينا إلى رعويل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة واستقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريب. علاقة القصة بالحكاية هفهمكم، لأن أباء الكنيسة الأوائل ياخدوا دايما القصص بشكل رمزي. موسى يشبه المسيح، ده بير. البنات رايحين، دايما البنت في الكتاب إشارة للنفس، فالبنات قليلة الحيلة، بنات زمان على الأقل، والقلالات الحيلة شوية. دول 7 بنات بس قلالات الحيلة، أبوهم كاهن مديان برضو. فالرعاة بتوع الدنيا، خلي بالكوا الرعاة بتوع الدنيا قوية، البدائل اللي في الدنيا قوية، فجايين يسقوا يستقوا منعوهم. البير بتاعنا محدش يشرب مية، ودول 7 بنات مش قادرين يعملوا حاجة. موسى بقى ظهر، وموسى لو تفتكروا أساسا أمير، خلي بالكم أمير، فإيه بتاع فروسية وبتاع عسكرية، ده جده فرعون، فمن الناحية العضلية شديد جدا، بس ما كانش ينفع يشتغل وكده. فلما ربنا سابه يكركب 40 سنة تاني ويعجز، قال له تعالى اشتغل بدل عضلاتك نشفت. لكن في الوقت ده على الأقل كان برضو إيه قوي جسمانيا. فموسى رعى بالرعاة، طردهم وسقى، وخلصوا سقي أسرع من المعتاد، فرجعوا لأبوهم فقال لهم إيه اللي خلصتوه بدري ده على إيه؟ فقالوا له راجل مصري، ما هم مش عارفينه، خلي بالكم هم مش عارفينه، لأن هو في الأصل عبراني مش عارفين سره، فاهمين؟ قالوا راجل مصري، أنا شكله فرعون بس هو مش فرعون، هو عبراني. فالراجل رعويل طلع ناصح جدا، قال لهم سيبونه بيعمل ايه عند البئر؟ ادعوه هاتوه بسرعه ياكل طعام. فراح له تتفضل عندنا، راح اتفضل عنده، قال له ما تسيبش البيت، قال له حاضر، فمكث. ايه القصه دي بقى؟ البئر دايما رمز للعطش، للاحتياج، وعادة الناس تروح للبئر كل يوم عشان تشرب. وده اللي قاله أرميا بقى، يحفرون لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. كل الناس بتحفر أبار، يعني بتدور تشرب. وبعدين البير ده في ناس، في رعاة بيمنعوا الشرب، بيدوك نقطة المية بالغالي. فالدنيا عاملة كده، محنساك ببير مية، تيجي تشرب تلاقي ممنوع الشرب، تيجي تتلذذ ممنوع، وانت مش قدهم، مش قد الدنيا، فلازم يظهر مصدر اخر يشربك ويكون قوي يقدر على الرعاة بتوع الدنيا. لازم يظهر المسيح المشبع اللي يقدر على شهواتك، ويقدر على الشياطين اللي بيحاربوك، ويقدر على القلق اللي جواك، ويقدر على الخوف. دول 7 بنات ب7 مشاكل، ودول رعاة يمكن بلا عدد، أنواع خطايا وأنواع شهوات وأنواع مخاوف، بس هو واحد بس اللي هيشبع الكل، واحد بس اللي هيحل الإشكال. وبعدين تلاحظوا إن الشبع طلع أسهل، يعني المرة دي شربوا أسهل وأسرع من أي مرة تاني، وخلصوا بسرعة، كانت ممكن تقف على كده. وده اللي بيحصل بقى ساعات في مؤتمرات، في واحد إيه يشرب في مؤتمر بق مية روحية وخلاص. إنما لو رعويل بقى،
يعني لو ناصح شويه يقول له لا لا ممكن تتفضل عندنا في البيت، تعال معانا هجوزك بنتي عشان ما تطلعش من بيتي. والبنت اشاره للنفس، يعني ايه؟ هربطك بنفسي الى الابد. وموسى يقول ما عنديش مانع، فتبقى بيتي بيتك، تطلعش من البيت ابدا. قال له، فقال له حاضر نتحد ونرتبط. ويجيب اول ولد يسميه ايه؟ جرشوم. جرشوم يعني غريب. يعني ايه؟ يعني من هذا الشخص الغريب اللي روى وسقى واشبع وحل الاشكال، اللي على اساسه كلنا هنبقى غرباء. لو شربت الميه دي هتتحول انت ايضا الى شخص غريب، تبقى عايش في الدنيا الناس بتقول الراجل ده غريب، الست دي غريبه. غريب في ايه؟ غريب في طباعه، غريب في منهجه، غريب في اسلوبه، غريب لانه مش بيجري ورا الميه بتاعت الدنيا، غريب لانه شبعان على طول.